فتشني ما تلقاني بس تلقاك، نقصني زيدني الناتج يطلعان وياك، اثار العافية انت وثار الحب طلعت انت، ابدل شلون حنيتك بعاطفة 70 أم حبيتك. مبدع دائما باختيارك لكل القصائد. طيب بما انه احنا اكيد نعرف كل الاعمال اللي بالاونه الاخيره بالفتره الاخيره سوري اشتغلتها، ما شاء الله حققت نجاحات جدا واسعه واجتاحت الساحه بقوه. كانت الساحه الحيدر فعلا. طيب اليوم الاعمال الجديده اللي اشتغلتها هل هي توازت لباقي الاعمال الاخرى اللي قدمتها؟ شوفي بالنسبه للكم الاغاني اللي قاعد تنزل، هنا انا راح اضيع عندك الناجح والمناجح، الناجح طبعا. والمناجح يعني احنا بعدنا يعني شلون اقول لك، صارت فكره جديده يطرحوها الفنانين بانه الالبوم ما قام ينزل 12 اغنيه ولا من قاعد ينزل 6 اغاني، لا تنزل اغنيه اليوم ورا يومين تنزل الاغنيه الثانيه ورا يومين تنزل الاغنيه الثانيه، فانت تخيلي خلال شهر مطرب ينزل 10 اغاني، مطرب الثاني راح ينزل 10 اغاني، فانت يعني الاغاني قاعد تنظلم يعني قبل من كان سنجل ينزل اوكي يعني المطرب حتى هو نفسه مركز عليه بترويجه صحيح. بنشره بهاي لا مثلا هسه قاعد تنزل لي اغنيه، قاعد تنزل رامي اغنيه، القصي عيسى اغنيه، ضياء الميالي اغنيه، بس اغنيه فوق اغنيه صحيح. طيب النجوميه اللي انت حصلت عليها طبعا تستحقها لانه كلماتك من ارقى واجمل الاغاني، عفوا هي الاغاني فعلا اللي من كلماتك تكون، وهي اثنين ما يختلفون عليها، لكن بدايه هل كانت اجتهاد ضربه حظ او علاقات؟ بصراحه اولا بصراحه ما عندي علاقات تعرف بالله. نعم ابد ما عندي علاقات، لان انا شنت يعني شاعر قصيده وما عندي صديق مطرب نعم ولا عندي صديق ملحن، هو جاء موضوع اجتهاد اجتهادات جاء موضوع اجتهاد وعن وهل يعني كافي يدرون بانه انا كتبت لون جديد، الاجتهاد كافي وحده؟ لا اجتهاد موهبه طبعا اكيد، هي انت شلون اذا ما تملك الموهبه ما تملك هذا الابداع، هاي ما حد يختلف انه انت شخص تملك موهبه وفريده من نوعها وجدا جميله وراقيه وتستحقها. انت قصدك؟ لا اليوم اي انت فهمت قصدي انه هل علاقات هم لها دور اليوم في انه الانسان يحصل النجوميه؟ لا ابدا ماكو بالوسط الفني العراقي. شوف دائما انا التقي بناس يجون يقولون احنا محاربين، انا محارب، انا اكتب حقيقة؟ انا اقلع مو حقيقه، اقول له ماكو شيء اسمه محارب. الملحن ما يختلف عنك، المطرب ما يختلف عنك، قلت له لا تتصور اي واحد يحكي وياي كان ملحن او كان شاعر، اقول لا تتخيل بانه انت من تروح على مطرب تنطي اغنيه حلوه ما ياخذها منك فعلا. على مود يحاربك، لا بالعكس هو ياخذها ويشتهر صحيح. فانا هاي يعني دائما اقول لهم لا طلعوا من هذا الجو، جزء انت ما قاعد تكتب الشيء صحيح، جزء انت ما قاعد تفتهم الفكره، لان يعني الوسط الفني الملحن او الشاعر او حتى نفس المطرب اذا ما يفتهم الفكره يعني اكو سر بالموضوع، اذا ما افتهمه يعني الموهبه والشعر يعني مو فد شيء اساسي، لازم لا لازم اكو لازم اكو حرفه أكو لازم حرفة. اكو يعني انا من كتبت انا يعني دخلت بلون ما حد داخل بي صحيح، هو اللون الابيض اللي انا ذكرت ست اروح بال 2014 2013 2012 كانوا يضحكون علي الملحنين يعني اللي هم موجودين. شنو السبب الضحك؟ يقولوا بانه كلامك يعني مال عوائل كلام اكيد مال ما كليات، اي والله غيرت السلوك بالضبط. فانا لا كلامي صار يعني زين، صار بس هايم من عندك طبعا هسه يقولون العالم اللي يتابعونه يدرون بينا بالبرنامج القديم مدمنه هايم. ومن بعدها لي سؤال لحضرتك. روح انت ودر الروح من تروح ما يسوى الجسد، نفسيتي يمك حيل اي ترتاح يا الحب يا الكبد، هايم 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 اللي بوجهك قمر نايم، اسهر لك عمر واصبر صبر ممنونك وخاتم، على الغيمة ارسم بيت لا جيران لا يمنع احد بس احنا نقعد بيه انا وياك يا الحب يا الكبد، هايم 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 غمض لي عينك حيل كلش حيل لا تفتح ابد، هي جاني من تروح هي
هيك انا من الغيب. أنا هم نسيته. كان من تروح ما يسوى الحب. إيه هيجي. جمال مفرداته وإلقاء طبعاً ينسي. فعلاً. شوف هذا اللون اللي أنت تحدثت به لون مختلف عن باقي الشعراء الآخرين. اليوم اللي يريد ينجح بأغنية كأول ظهور إلى الساحة الفنية يروح يتعامل ويا حيدر. لا لا هاي ما اقدر يعني ما تقدر تحكم على لا لا ما شي؟ اقدر احكم هذا الشيء لان يعني تعرفين شنو يعني احنا الوان مثلا انا لون رامي العبودي لون قصي عيسى لون ضياء الميالي لون بكل صراحه منو حقق صدى بالوقت الحاضر الان اليوتيوب هو خير كفيل على انه يظهر نسب المشاهده اللي موجوده للاغاني يعني قصدك كشعراء لو كشعراء اكيد كشعراء رامي العبودي رامي العبودي الان تحياتنا محترم المرتبه الاولى تحياتنا بالتاكيد زميلنا ضرغام الى مداخله اهلا ومرحبا استاذ حيدر مره ثانيه طبعا بالبدايه انا عندي معلومه شخصيه انه انت بديت كانسان عصامي خلاك تحتك بالمجتمع هوايه وصاروا عندك جمهور وعموما جمهورك ما يجي من السوشيال ميديا يعني يجي من خلال احتكاكك ومباشر بالناس مبدئيا كانت اكو قبل صالونات ثقافيه الشاعر يحتك ويلقي مباشره للجمهور يصير تفاعل اليوم هذا الغياب شنو مبرراته شنو اسبابه يعني صار الشاعر عفوا يلقي بس من خلال الكاميرا من خلال الشاشه ما كل يوم منصه حقيقيه يوقف الشاعر ومباشره يتفاعل ويا جمهوره ويطلب منه قصيده تعرف ليش لان احكي لك قبل القلم العريض المنصات تسيست وتحزبت قبل كان المنتديات كمنتدى الناس وغيره وغيره كانت يعني دافع شعري بدافع حبهم للشعر الدعم ذاتي هسه لا اختلف الوضعيه فاكو شعراء يتحسسون يقولون ليش احنا نروح نقرا بفلان فلان داعمه وفلان داعمه وفلان داعمه زين اكيد هذا الشيء صار بالتأكيد. تنافر طبعا انت من خلال علاقاتك ووجودك بالوسط واحتكاكك المباشر ما قدرتوا تصنعون في الجمعيه حقيقيه وفي التجمع اتحاد للشعراء يبقى يتواصل للناس اكو اتحاد اتحاد العام للشعراء اللي موجود الشعبي بس يعني تعب روحك يعني فشي متعب ما قادرين احنا كجيل جديد انه مثل ما جنابك قدمت لون جديد بالقصيده الشعبيه ما قادرين نصنع مؤسسه حقيقيه وفاعله تتواصل ويا الناس تلقي خطابها تكون لسان الشارع الحقيقي نتمنى هذا الشيء والله واكو هسه اكو مبادرات بانه يعني راح تنخلق خليه جديده تلتزم الشعراء يعني قبل فتره صار اجتماع بين الشعراء بس انا داعش لك كشعراء القصيده اما احنا شعراء الاغنيه لا يعني احنا متكثرين يعني انا لا تربطني ويا شعراء القصيده بلي. تحياتنا لشعراء القصيده بس انا يعني هم بجانب واحنا بجانب بالتاكيد انتم احنا دائما ننظر لهم بالشعر الحقيقي وننظر لهم كل حلقه الوصل وهم يعني ينظرون لنا بانه انتم شنو تكتبون اغنيه يعني لا انتم حلقه الوصل وانتم بدكم تقربون القصيده الجاده للمجتمع نتمنى يعني نتمنى هذا الشيء موفق ان شاء الله حبيبي تحياتنا لك حبيبي شكرا لمداخلتك يا ضرغام بالتاكيد سلطت الضوء على جوانب جدا مهمه واكيد هي تثير الجد اليوم بالوسط الفني شركات الانتاج شلونها ويا الشعراء اليوم؟ وهل ايضا مسيسه والاحزاب لو لا؟ مو مسيسه والاحزاب، صدقين انا مثل ما قلت لك قبل شويه، اي انسان عنده ابداع اكيد وعنده نتاج يدغي الابداع على كل هذه خلص الأمور. يعني خلص يعني انا بس انت اوكي انا مدير انا شاعر ومدير شركه بنفس الوقت منتديات تقول اي مسيسه نوعا اي طبعا لا مو ذيك بيها غير اشياء احكي لنا عن شركتك شوفي احنا دائما يجون شعراء نعم ودائما انا اقول له حياتنا امام حسن ملحن جميل اكيد دائما اقول له امام تعامل يعني ويا فلان شاعر ويا فلان شاعر ويا فلان شاعر يعني ما اقدر احكم بس من يقول تعال اقرا اقرا يقول لي اقرا ايش دا زين يعني يعني ايش يسوون مثلا يعني انا نصيحه يعني انا ما اقدر يعني اقول لك لا بالعكس النصيحه من يعني نصيحه مجانيه نصيحه مجانيه مهمه اليوم للشعراء اللي يريد يدخل الوسط الغنائي نعم يعني انت لا تفسخ الاغاني مالتي وتسويها اغنيه انا بس اوصل للفكره يعني لا تفسخ الاغاني مالتي وتسويها اغنيه وتدزها للملحن اللي انا اتعامل وياه على مود يعني تقول بانه انا لوني مقارب الحيدر هو اكيد ما راح يعوف حيدر
على مود ياخذ لون مقارب الحيدر، ولا تفسخ لون رامي العبودي على مود تقول له علي صابر انا اكتب تقريبا مثل رامي. يعني اتمنى بانه الكل يعني يصفن ويا نفسه ويطلع له لون جديد. صدقيني انا يعني هاي الصدفه اللي ما ادري شلون صارت، يوم من الايام قاعد اسمع شيرين عبد الوهاب، اي اوكي، اسمع وراها كان تذكرين كان تليفوناتنا عباره عن ننزل اغاني قبل ما صح قمنا ما ننزل مباحي. كنت انزل انا دائما شيرين وعمرو. نعم. فكنت اصفن اقول شنو السر اللي بعمرو شيرين نسمعهم احنا بالعراق وهم مصريين، شنو هذا السر؟ لازم اكو شيء. شفت الشاعر نفسه، شاعر اسمه ايمن بهجة قمر، نفس الشاعر اللي دا يكتب الشيرين واللي يكتب العمر ويكتب الهاني شاكر ويكتب للكل. حلو. فانتبهت بانه هو دا يكتب كلام يعني من واقعهم من لهجتهم. انا افتهمه، انت تفتهمي، الكبير يفتهمه، المصري يفتهمه، الخليجي يفتهمه. فاكو يعني لاعب لعبه، فانا قلت خلي اشتغل على هذا الخط. حلو، يعني كل التوفيق لك يا حيدر، فعلا اشتغلت على نقطة جدا مهمة، وبالتالي انت ابدعت في مجال الشعر. حتى التويتر اللي انت سويته ويا احمد اللي حصد نسب مشاهدة يمكن ما يقارب 9 ملايين، يعني نسب جدا عالية. وباقي الاغاني الاخرى خلينا نسمع شيء من عندك. جديد قديم لك حرية الاختيار. ماشي. سمعت انت لو هاجرني، ها لازم بالمايك. يلا. انت لو هاجرني احسن ما تخون، كان هسه على الاقل اشتاق لك، كان احضن صورتك وابكي الدموع مو تبوس بغيري انا تخايلك. انت لو هاجرني احسن ما تخون، كان هسه على الاقل اشتاق لك، كان احضن صورتك وابكي الدموع مو تبوس بغيري انا تخايلك. يا ما وصيتك تخاصمني وتروح، حتى اقول الروح ما استاهلك، تالي انت طلعت في الواحد شاقول لو تصير الجنة ما اوصل لك. كنت تجرح بيا وجروحك تهون، وكنت دون الناس انا مدللك، فدوى لعيونك رحت ياما واجيت، هسه غير بكل سهولة يوصلك. قبالي شفتك من كنت بيا تخون، وكذبتها عيوني انا لخاطرك، بس كلام الناس يجرحني واريد، سبب واحد من خلتني جابك، استحي من الهوى شبهت بيك، واذكر ايامك واقول سوالفك، فدوى عمري روح كله بين ايديك، هاي مو كانت لي حجايتك. اللي اختاريت غيري اشاركك مبروك، عيش وياه وتنفس هوى واضحك، انا اقدر على فراقك اقول لك ليش، لان ما تدري انت ايش قصه بجرحك، انا انطيتك حنان بقيت حنان الام، قبل ما اشيل همي حاير بهمك، اللي قلت لي ابد ما احب عليك انسان، انت اللي خنتني لو احد غيرك، اللي اختاريت غيري اشاركك مبروك، اي شويه وتنفس هوا واضحك. يعني مبدع دائما وجميل اختياراتك. نتحدث شوي عن البنوته، كتبت لها شيء ولا؟ معيار؟ يلا نسمع لعد. بس ما اتذكرها والله. يعني عيد ميلاده قبل يعني 18/2 حبيبتي في كل صار السنه. اي صار السنه الحمد لله. ما شاء الله الله يحفظها. كتبت لها هاي الاغنيه بصوت كرار الجابري، تحياتنا له. غناها لو بعد؟ غناها اي موجوده بال ولا شوي؟ يعني تدرين احبك شقد، ميوره ما لها اي حد، انت هواي ودنيتي، حبي لك يتجدد، ميلادك اليوم الله اليوم هذاش محلاه، وانت بحياتي ودنيتي ما اشوف حسره ولا مياري مياري بنتي يا مياري، انت شي ما ينوصف ضوء بوجودك داري. الله يخليك يا ايه طيب. عادة مش قد تستغرق وقت بكتابة قصيدة غنائية؟ صراحة يعني يدرون بي يعني تجيني رسائل، يعني ما ادري يعني بحياتي ما قاعد وقاعد اكتب. لا انا تجيني رسالة، يعني اقول ما ادري تجيني رساله يعني انا وامشي اللحظه الانيه وتكتب انا وامشي
يجيني موضوع، انا واكل يجيني موضوع وتدونه حتى ما تنسى. انا اذا اضحك يجيني موضوع حزين، انا وضايج تجيني اغنيه. يعني تقدر تكتب يعني قصيده غنائيه يعني لموضوع معين ينطلب من عندك وتحضر له. هذا جانب اخر. ايش قلت هذا؟ اما جانب الابداع، شوفي دائما جانب الابداع صار عندي بالرسائل. اها يعني انا دائما اقول لهم الاغنيه من تنصنع الالهام يجي. اي اقول لهم الاغنيه من تنصنع تفقد الـ الـ تفقد الـ الـ الفطره ولذتها. تفقد الـ الـ الاحساس صح. يعني انت مثلا اجي هسه اخونا هنا الرسام مثلا اقول ارسم لي شيء من خيالك يعني راح يبدع يعني يعني مثلا اذا اقول له لا ارسم لي رسم لي وجهي راح يرسم لي هاي اللحيه مثل ما انا اريد. تتفق مع ضرغام مثل ما مثل ما الصوره يعني ما راح تطلع بيها الـ طبعا استاذ حيدر انت قريب على الفن التشكيلي يعني عرفت الشخصيه واصدقائك جدتك تحيه من استاذ مهند محمد فنان التشكيلي. حبيبي هذا واريد احكي سر العلاقه بين القصيده وبين الاغنيه وبين اللوحه بين القصيده والاغنيه واللوحه. هذه الحقول الثقافيه والفنيه اليوم بالعالم سقط التجنيس بين هاي الحقول صارت تصور اللوحه وصارت تروح لغير مديات يعني صح. اريد اسالك عن علاقه القصيده شلون ممكن اللوحه تلهمك وتخليك تكتب شيء. شوف يعني مثل ما انتم تفكرون بالخيال يعني مثل ما انتم تفكرون اللي العالم ما تقدر تفكر فيه شاعرهم نفس الشيء يعني مثل ما انت مجسد عقلك التفكير اللي ما وراء الادراك فالشاعر نفس الشيء فهذا الربط له دائما موجود. مهند كلش يحب مال يا جامع نجوم السماء اللي يا حبيبي خابرني قبل يومين يا حبيبي طبعا اليوم احنا رسمنا لوحه خاصه والبارحه كانت عندنا حلقه خاصه عن مرض كورونا. اليوم بدنا نقدم الثقافه المجتمعيه من خلال لوحه ومن خلال اغنيه ومن خلال قصيده. استاذ حيدر اكيد عندك مبادرات بهذا الجانب واكيد تريد توصل شيء لجمهورك. طبعا يعني يعني اتمنى بانه العالم يعني تعرف بان هذا الشيء خطر وخلي تصدق الموضوع يعني العالم ما تصدق. ليش جماعتنا ماخذين انه هو شقه؟ والله ما يصدق اشتغلوا عليه يعني البارحه نجرب في السناب يعني ناشرين احصائيه مال ايطاليا يعني يقول لك 20 بالشهر حالتين لا 2 بالشهر حالتين 8 بالشهر صارت 9 حالات 20 بالشهر صارت 5000 يعني يعني كل السريع الموضوع كل السريع. شو بتقول لمحبيك والجمهور؟ والله انا اتمنى من الكل بانه يعني يصدقون بهذا الشيء والوقايه خير الشيء يعني دول عظمى ما قاعد تسيطر عليه والتحذيرات كلها مو اعلاميه ولا حصد اخباري ولا شيء. هذا الشيء يعني واقع حال لازم احنا نكون قدام هاي المواجهه. اتمنى الصحه والسلامه للجميع واتمنى اكو شغله صغيره يعني البارحه صارت بي تمام دا احكي لاصدقائي يعني من ناحيه دا اطمنهم فقلت لهم انتم لا تخافون ترى يعني بس كبار السن هم اللي يخوفون وهاي فانا ابتسمت وهم ابتسموا بس بنفس اللحظه يعني صار عندي فلاش باك قلت لهم لا يا بل ترى ابويا وابوك وامي وامك صح اكيد يعني انا اسف يعني اليوم هاي مسؤوليه طلعت يسلع شاي بس بعدين لا قلت يعني الكبار هم امي وامك وابوك ابويا نتمنى لهم يا ربي من خلال صوتك احنا بالتاكيد ومن خلال محبيك ننشر هذه الوعي وهذه الثقافه والكل لازم يعني تلتزم بالاشياء اللي تقدمها المؤسسه الصحيه واللي تحذر الناس منها هذا الاحتكاك وهذه الجمهره لازم الكل تحذر من عندها صح صح. فانا دائما اقول لهم الكورونا ما عليها سلام شلون قبل كان زاد ما عليها سلام سنة فوت مكان اقول من كورونا ما اكيد طبعا نورتنا لهذا اليوم حيدر نتمنى لك المزيد من التالق والابداع شكرا لانضمامك ويانا تحياتنا لك شكرا لك شكرا لك. طبعا وصلنا لختام فقرتي على لكن اكيد الختام يكون معك مسك باجمل القصائد على قلبك يلا شكرا. ما دام احبك ما دام قلبي وعيوني خدام الناس بالليل تنام وابقى على حبك اسهر عافيتي عافيتي يا نسمه وفاتت بريتي احبك يا بعد بيتي وتأمرني امر يا شريكي بالقلب حتى بهواي وانت يمي الدنيا يشمرها وراي يا فرحتي والنصيب تورط قلبي في حبك تورط تخربط نومي في ليلي تخربط الف شمال الف يمين احبك كان صار سنين
جا حبك مثل تهديف دقيقة 91 وتخيل فرحته قلبي تورط تورط قلبي في حبكم تورط وعيوني خيطة والناس بالليل تنام وقع لحبك يا زهر.